شعبة الإعلام الإلكتروني في قسم الإعلام التابع للعتبة الحسينية المقدسة يقدم أسرار رمضانية. أسرار رمضانية برنامج يومي تشاهدونه على طوال أيام شهر رمضان المبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج أسرار رمضانية، وبهذه الليالي التي يكللها الحزن والأسى والألم لمصابي فقد سيد الأوصياء والبلغاء يعسوب الدين وأخي رسول رب العالمين سلام الله عليهم أجمعين وعلى آلهم الطيبين الطاهرين، علي وما أدراك ما علي. يكلمنا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فيما مضى من الحلقة السابقة، ذكرنا حادثة هامة من قضايا وشؤون رسول الله صلى الله عليه وآله حينما كان على المنبر وهو يخطب بالناس ويحدثهم بفضائل شهر رمضان وما يجري في هذا الشهر وما يمكن أن يعمل في هذا الشهر من أعمال هامة، إلى أن وصل الحديث لسؤال أمير المؤمنين سلام الله عليه، حيث يسأل أمير المؤمنين رسول الله بهذا السؤال فيقول له: ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فيجيبه رسول الله صلى الله عليه وآله أن أفضل الأعمال في هذا الشهر والورع عن محارم الله. لا ينقطع كلام رسول الله، وإنما لكلام رسول الله تتمة. فأكمل كلامه رسول الله بفاجعة مهمة وبدمعة مسكوبة على وجنتيه الشريفتين، يحدثنا أمير المؤمنين ويقول: ثم بكى رسول الله. مجددا أمير المؤمنين يسأل رسول الله فيقول له: ما يبكيك يا رسول الله؟ هذا الحال وأمير المؤمنين واقف بين الناس ضمن الجموع الغفيرة، ورسول الله على المنبر وهو يكلم الناس، السائل أمير المؤمنين المسؤول رسول الله، فيقول له: ما يبكيك يا رسول الله؟ يأتي جواب رسول الله فيقول: يا علي، أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر، كأني بك وأنت تصلي لربك. لاحظوا إخواني الفقرات التي يذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله كم هي فقرات دقيقة، وعرض لحال أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو في حال ضربة ذلك اللعين. يقول: كأني بك وأنت تصلي لربك، وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين، شقيق عاقر ناقة ثمود، فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك. إلى هنا أحاول أن أتعرض إلى بيان هذه الفقرات بشيء من الإيجاز. أمير المؤمنين سلام الله عليه يكلمنا عنه رسول الله فيقول: أنت سوف تضرب يا أمير المؤمنين، تضرب على رأسك، وحال كونك مضروب على رأسك سوف تكون مصليا لربك.
سوف تكون بين يدي الله، سوف تكون عابدا لله، وأنت في هذا الحال ينبعث أشقى الأولين والآخرين. القرآن حينما نسأله من أشقى الأولين، القرآن يكلمنا عن رجل قام بفعل دنيء لقب فيما بعد بهذا الرجل لقب فيما بعد بأشقى الأولين، وهذا اللقب جاء من رسول الله صلى الله عليه وآله. من هو هذا الرجل الذي لقب بكونه أشقى الأولين؟ هو عاقر ناقة ثمود، هذه الناقة التي يكلمنا عنها القرآن بهذه الآيات الشريفة من سورة هود. أحاول أن أذكر هذه الآيات إن شاء الله. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. النبي صالح بعثه الله إلى قوم، هؤلاء القوم يسمون في ذلك الزمن بقبيلة ثمود أو جماعة ثمود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. صالح يخبرهم أن اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا. أنا لا أحاول أن أفسر هذه الآيات، مجرد أريد أن أخذ موضع الشاهد منها. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. التاريخ يحدثنا عن أن هؤلاء القوم كانوا يعبدون الأصنام، وكانوا لهم أصناما يعبدونها من دون الله يسمونها بأسماء عديدة. الغرض، قال تعالى تكملة الآيات: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله. هؤلاء القوم طلبوا من صالح آية. ما مفاد هذه الآية؟ مفاد هذه الآية أننا لا نؤمن بك حتى تأتينا بآية فنصدقك. الله عز وجل أرسل إليهم هذه الآية العظيمة من آيات الله، هي ناقة مع فصيلها، خرجا من الجبل، انصدع الجبل، يحدثنا عنه التاريخ عن هذا الحدث، انصدع الجبل فخرج من الجبل ناقة ذات لون بهيج مع فصيلها. قال ويا قوم هذه ناقة الله، أنتم تريدون آية، هذه الآية، ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. موضع الشاهد: فعقروها، عقروها يعني قتلوها، فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. إذا أردنا أن نفسر هذه الآيات ونتذكر كلام المعصوم حول هذه الآيات يطول الكلام ويطول المقام، إنما نأخذ بمقدار الحاجة. ماذا وصف رسول الله صلى الله عليه وآله قاتل أمير المؤمنين؟ وصفه بأنه أشقى الأولين والآخرين. الأولين هم الذين عقروا ناقة صالح، وعاقر ناقة صالح هذا الذي يسمى أشقى الأولين. يأتي ضارب أمير المؤمنين فيسميه رسول الله صلى الله عليه وآله أشقى الأولين والآخرين، يعني الشقاء الذي كان به ضارب أمير المؤمنين أكثر من شقاء ذلك الذي عقر ناقة صالح. فعقروها في القرآن، فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. في حديث طويل أخذ منه موضع الحاجة، رواية
واردة عن الإمام الصادق سلام الله عليه يتكلم عن هذه الواقعة. هذه الرواية مذكورة في تفسير البرهان نعم للعلامة السيد هاشم البحراني. الرواية كما قلت طويلة، أحاول أن أخذ منها موضع الحاجة. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه يفسر ويذكر حال أولئك القوم الذين عقروا الناقة، قال: ثم إنهم عتوا على الله، هؤلاء الذين عقروا الناقة وضربوا هذه الناقة فقتلوها. يقول الإمام الصادق عليه السلام: ثم إنهم عتوا على الله ومشى بعضهم إلى بعض وقالوا: اعقروا هذه الناقة واستريحوا منها، لا نرضى أن يكون لنا شرب يوم ولها شرب يوم. ثم قالوا، هنا موضع الشاهد، ثم قالوا: من الذي يلي قتلها ونجعل له جعلا ما أحب شريد سوف نعطيه. فجاءهم، هنا موضع الشاهد، فجاءهم رجل أحمر أشقر أزرق ولد زنا لا يعرف له أب، يقال له قدار، شقي من الأشقياء مشؤوم عليهم، فجعلوا له جعلا، فلما توجهت الناقة إلى الماء، إلى آخره الكلام، عقر الناقة. ثم بعد أن عقرها جاء أولئك القوم فمزقوا لحم الناقة وأخذ كل واحد منهم جزءا من هذا اللحم. موضع الشاهد، رسول الله صلى الله عليه وآله يوصف قاتل أمير المؤمنين بأنه أشقى الأولين والآخرين، يعني هذا الرجل الذي كان من حال ما كان، الذي تكلم عنه الإمام الصادق سلام الله عليه بأنه عقر الناقة وهو بهذه الصفة، أشقر أحمر أزرق ولد زنا لا يعرف له أب، هذا الرجل الذي ضرب أمير المؤمنين أشد شقاء من هذا الرجل، حيث يقول عنه: أشقى الأولين والآخرين، شقيق عاقر ناقة ثمود. هذا الأمر الذي يخبرنا عن عظم المصيبة التي أصبنا بها، وهي فقد أمير المؤمنين، مع أن أمير المؤمنين هو أمير المؤمنين وهو وصي رسول رب العالمين، إلا أن الذي يلي قتله هو أشقى الأشقياء. يا لها من مصيبة. الشقاء إخواني أخواتي، الشقاء هو صفة يتصف بها الإنسان إذا سار في الطريق الخطأ، يقال هذا شقي لأن أعماله بالنتيجة تؤدي به إلى طريق الغواية، وهذا سعيد لأن أعماله بالنتيجة تؤدي به إلى طريق الهداية. يبقى لنا كلام في الفرق بين الشقي والسعيد، إن شاء الله نحاول أن نقتضب شيئا في كلام آخر وفي حلقة جديدة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.